سلامة أشوفك محتارة في اختيار الملابس. hey. مسكينة سلامة تعاني من حالة وايد مسببت لها إحراج، وهي مشكلة فرط التعرض اللي تصيب حوالي 1% من الناس. ولكن الدراسات تشير أن 50% من الحالات غير معلنة، لأن الناس يخجلون من الحديث عن مشكلتهم ومراجعة الطبيب. أكيد طبيعي كلنا نعرق مع الحرارة وممارسة الرياضة أو الشعور بالتوتر، لكن اللي عندهم هالمشكلة يكون فرط التعرق مستمر من دون أي إجهاد وحتى لو المكيف داير. هالحالة ممكن تكون وراثية أو تشير لخلل في الغدة الدرقية، وأكيد زيادة الوزن تزيد التعرق. طبعاً الحريم يطلبون العلاج أكثر من الرياييل، وممكن استخدام مستحضرات فيها كلورايد الألمونيوم، لكنه قد يسبب حساسية للجلد. وإذا ما نفع تعتبر حقن البوتوكس حل ممتاز، والنتيجة تستمر لمدة 6 إلى 12 شهر. هي سلامة، البوتوكس أساساً استخدموه لفرط التعرق قبل التجميل وإزالة التجاعيد. بكل الأحوال مشكلة مثل فرط التعرق ما ينفع فيها الخجل والإحراج. وعساكم دوم صحة وسعادة.